السلام عليكم. ان شاء الله اليوم غادي نقدموا لكم واحد الدجاجه اللي هي يا بواحد الصلصه خاصه وكتجي رائعه. حنايا هاد الدجاج هذا بهذه الطريقه هذه كلناه عند الاخت ديالي واللي كتصايبو عندها هي البنيه ديالتها، وان شاء الله دابا جات عندنا العطله ديال الصيف. هي كل عام ان شاء الله كدوز عندنا الصيف وجات لعندنا، وحنا غادي نصايبوها ان شاء الله معاها. دجاجه ما نقدرش نقول لكم بحالاش، واحد المذاق ومختلف على داك الدجاج اللي مولفين كتاكلوه كما الطريقه ديال المحمر، ولا هذا بطريقه اخرى مختلفه. يا كسار هي خالتي ان شاء الله، انا متاكده بلي غيعجبهم بزاف ان شاء الله. هي المهم غادي نبداو ان شاء الله. عندنا هنايا كاين هنايا عندنا واحد المعلقه صغيره ديال التحميره، معلقه كما كنقولوا ديك متوسطه تكون عامره ديال التحميره، وعندنا معلقه ديال سكينجبير، ومعلقه ديال الخرقوم، ومعلقه ديال القزبر يابس مطحون، وعندنا تقريبا 5 ديال الريوس ديال الثوم مدقوقين مقطعين رقاق، عندنا واحد المعلقه صغيره ديال الهريسه حاره، عندنا واحد نص ديال البابا ديال الحامض مقطعه حتى هي رقيقه، الحامض اللي كيكون مرقد، عندنا واحد المعلقه عامره ديال معلقه عامره ديال السمن، عندنا نص معلقه ديال الابزار، عندنا نص معلقه ديال الملح، وعندنا معلقه صغيره ديال المروزيه. هنا السمن كيكون مالح وسميتو الحامض كيكون مالح، هنا الملح نقصنا منه، درنا عارص معلقه ديال الملحه باش ما يجينا الدجاج ديالنا مالح. المهم ان شاء الله غادي نبداو. وعندنا نص تقريبا ربيع كاس ديال الماء، وعندنا واحد ربعات المعالق ديال زيت الزيتون، وعندنا هاد الصلصه هذه ديال المشاوي، هذه اللي كتخلي المذاق يكون مختلف ديال الدجاج يعني ضروري. اييه كما كتقول لنا ساره، هاد صلصه المشاوي هذه كتقول لك هي اللي كتعطي واحد لوغو خاص للدجاج. غادي نبداو ان شاء الله. اولا غادي نديروا هاد التوابل كلهم كما كنقولوا، التحميره قصيرة، خرقوم، سكينجبير، لا قلبتهم، التحميرة والخرقوم وسكينجبير والقزبر، حبوب مطحون، والثوم، والحامض، والهريسة، والسمن، والمروزية، والإبزار، والمليحة. شي كلشي غادي نخلطو، نزيدو هاد ربيع كاس ديال الماء، نزيدو تقريبا واحد ربعة المعالق ديال زيت الزيتون. حنا دابا هاد الدجاجه راه حنا في الليل، دابا غادي نرقدوها في الليل، وغدا ان شاء الله هذا غادي نديروها كطيب. ها هو جوج معالق درنا كبار ديال يعني هاد الصلصه، غتجي ان شاء الله غادي تعجبكم الا جربتوا هاد الدجاج بهاد الطريقه هذه. كنبغيو نخلفوا شويه ونبداو ثاني نديروا الدجاج واحد النكهه اللي هي يا مختلفه شويه. غادي ناخذ الدجاجه ديالنا، هاد الدجاج ديالنا راه حنايا شريناه، وراه حنايا من بعد ما جنا درت ليه الحامض، الحامض كندير تقريبا بحال مثلا الدجاجه وحده كندير نص ديال الحامضه وكنديرها في الخلاط وكندير عليها شويه ديال الماء والملحه وكنطحنها بالقشور ديالها بكلشي لها، وكنرقد فيها هاد الدجاج، كنخليها مرقده تقريبا واحد 10 دقائق، وعلى كنفركها مزيان ونغسلها. دابا غادي نحاول نشرملو، بعد ما نشرملو بحال هكا كنحاولو نثقبوها شويه باش كتدخل ديك الصلصه. كنديرو هاد الكبيده حتى هيايا، كنرقدوها كنخليوها هنايا
هاد الدجاجه ديالنا. دابا غادي ناخذوا هاد الدجاج ديالنا وغادي نديروا ليه هاد السلوفان، غادي نغطيوه مزيان وغادي نديروه في الثلاجه غير من التحت. هاهويا وغادي نخليو هاد الدجاجه ديالنا تبات مرقده، نديروها في الثلاجه كما قلنا من التحت، وان شاء الله غدا غادي نتلاقاو معكم باش نكملوا معكم التتيمه ديال الدجاجه ان شاء الله. ودابا ملي باتت هاد الدجاجه باتت هكا مرقده حيدناها، هاد لاصوص ديالها غادي نخليوه من بعد، درناها في هاد الطبيسيل هكا ديال البديع، وغادي نديرو تقريبا واحد لتر ديال الماء هنايا، وغادي نديرو فيه هاد الزليفه هكا نقلبوها فيه، وغادي نحطو هاد الدجاجه هنايا ديالتنا. ها هي هاد الدجاجه، هي درنا الزلافه لتحت ودرنا فوق منها الطرسيل باش يبقى شاده لنا الدجاجه ويبقى لنا داك لاصوص تما صافي، ودرنا تقريبا لتر ديال الماء صافي. دابا وغادي نسدو عليها، غادي نسدو الكوكوط ديالنا وغادي نحطوها فوق النار تقريبا واحد الساعه، ملي تصفر الكوكوط غادي نحسبو واحد الساعه ولا ساعه الا ربع على حساب الدجاج. دابا غادي نسدو عليها وغادي نرافقوها مع الخضار، الخضار مع لي بات ومع هذا، المهم داكشي على حساب كل واحد كيدير داكشي اللي بغى. حنا دابا غادي نحطوها فوق النار ومن بعد ان شاء الله ملي طيب لنا الدجاجه غادي نطلقها. بسم الله تبارك الله عليكم. الله يبارك فيك. هنايا طابت ايه، غادي نهزوها ونديروها في هذا المول هذا. تقلبيها ايه، شاد السدر ديالها يتحمر، وهذيك الكبدات ديالها وداك الشيء راه كلشي في الداخل. وغادي ناخذوا هاد لاصوص اللي شاط لينا، نحاولوا نديروها هنا عليها باش تجي تشرب. هنايا ماما تتصايبي في الصالاد اللي غادي تقدمي مع هاد الدجاجه ياكي. ايه اش درتي هنا؟ درنا واحد الصالاد هذه ديال لي بات، هنا سلقنا هاد لي بات مع واحد المعلقه ديال الزيت ومليحه، ودرنا معاها جلبانه مسلوقه واللوبيا والطون، وغادي نديرو فيها واحد نص ديال الحك ديال الياغورت مسوس. ايه صافي. هادي عندنا هنايا خيزو حكيناه، وغادي نعصرو عليه شويه ديال عصير الحامض. عندنا هنا بطاطا مسلوقه غادي نقطعوها مربعات، وغادي نزيدو عليها شويه ديال البصله والربيع. ايه شويه البصله والربيع. عندنا هنايا الخيار هو مطيش غادي نقطعوه، البيض حتى هويا غادي اما نحكوه من الفوق اما نديروه دوائر، وعندنا بالنسبه لسميتها بالنسبه للافوكا حتى هي غادي نقطعوها حتى هي، وغادي نحطوها حتى هي نزينو بها. والخص بطبيعه الحال الخص راه ضروري حتى هو راه كنزينو به. المهم في النهايه ان شاء الله راه نتوما غادي تشوفوا معنا النهايه ديال البلا ديالنا ان شاء الله. بالنسبه للدجاجه، بالنسبه للدجاجه حنا غادي نجبدوها دابا من الفران، راه تحمرات وريها لينا نشوفوها. ايه راه باقي مرولين، باقي ما قديناش هذا الشيء، يلاه حنا كنوجدوا. ها هي يا هاد لاصوص راه غادي نحطوه معاها صافي، وها هي طابت الريحه ديالها كيعجبني، ولكن المذاق ديالها مختلف بزاف. شي على الدجاج محمر، اييه على الدجاج محمر مختلف. المهم حنايا دابا غادي نقدموا هادشي، غنقطعوا هاد الخضر وغادي نزينوا الدجاجه ديالنا مع هاد الخضر، وغادي ان شاء الله نتلاقى ان شاء الله. وهذا هو الشكل النهائي ديال الدجاجه ديالنا اللي كما شفتوا معنا صايبه واحد الشرموله مختلفه. حنايا ديكوريناها بحال ما قلت بهذه التشكيله هذه ديال الخضر، يعني انه واحد البلان اللي هو صيفي لذيذ بزاف، ممكن تحضروه بهاد الاوقيته هذه، زعما ما نقول لكمش هاد لاصوص ديال هاد الدجاجه هذه رائعه بزاف بزاف. هنا قدمتها بحال ما كيما شفتوا معايا بهاد التشكيله ديال الخضر اللي صايبتها ماما. هنا بطاطا، هنايا شلاضه بلافوكا، هنايا لي بات باللوبيا وبالجلبانه، ديكوريناها بالبيض، ديكوريناها هنايا بهاد حامضه مصيره اللي درناها بهريسه، عمرناها بالهريسه صافي. بالنسبه للعصير
هنايا درت هذا العصير هذا بالكرموس، الكرموس ديال الشوك طحنتو مع الحامض وقدمتو، راه تيجي رائع بزاف وتيجي خاتر. الا بغيتو نقدم لكم ان شاء الله هذا العصير هذا في فيديو اخر. نتمنى فعلا انكم تجربوا هذا الطبق هذا وينال اعجابكم. تبارك الله على خالتي وعلى بنت خالتي ساره اللي صايبوا هذه الاكله هذه. نتمنى فعلا انكم تجربوها، فريمون فريمون تجي لذيذه بزاف بهذا لاصوص هذه، تجي معتبره. نتمنى فعلا ان هذا الفيديو هذه تنال اعجابكم. ما تنساوش تخليو لينا لي لايك، ما تنساوش تابوناو في لاشين، ونخليكم انا هنايا في امان الله على بروشين فيديو ان شاء الله. باي باي، والسلام عليكم. ما تنساوش تزورونا على لابليكاسيون طبخ ووصفات باش تستافدوا من كل هاد الوصفات اللي كاينين في لاشين ووصفات اخرى متنوعه، وممكن كذلك تبارطاجيو معنا الحداقات ديالكم وذلك باقتراح الوصفات ديالكم.